السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة الهندسة المدنية في الجزائر. لا تنسوا متابعة القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. سنبدأ على بركة الله سلسلة جديدة بعدما قمنا بإنشاء سلسلة لتعليم برنامج الروبوت. في هذه السلسلة إن شاء الله سنتعلم طريقة العمل ببرنامج إيطابس. أولا سأريكم طريقة تثبيت هذا البرنامج. نضغط هنا على Setup، ننتظر قليلا. هناك ملاحظة فقط، وهي أن هذا البرنامج ستجدون رابط تحميله في وصف الفيديو أسفل النص. نضغط هنا على Next ثم Accept ثم Next، ثم نسمي أي اسم في هذه الخانة، ثم نضغط على Next ثم Next ثم Install، وننتظر قليلا إلى غاية تثبيت البرنامج. هو البرنامج قد بدأ في عملية التثبيت. تم تثبيت البرنامج، نضغط على Finish ثم نذهب إلى هذا الملف. نذهب إلى ملف كراك ثم ننسخ المحتويات الموجودة في هذا الملف. نذهب إلى هنا لنفتح من بلس موديل فيشي، أو أين تقع أين ثبتنا البرنامج. نضغط على كولي ثم روم بلاسي ثم روم بلاسي، وقد تم تثبيت البرنامج. يعني لاستخدام هذا البرنامج يجب علينا أولا أن نتعلم بعض الأساسيات التي نستخدمها في هذا البرنامج، سنبدأ بها. يعني هذه العناصر التي قلت لكم أنكم يجب أن تتعلموها جيدا سأضعها لكم في الشرح أسفل الفيديو إن شاء الله. نبدأ الشرح على بركة الله. نفتح البرنامج، نذهب إلى تحويل الوحدات، نختار كيلو نيوتن على المتر، ثم نحدد نوفو بروجي أو مشروع جديد. نحدد هنا الجهات، يعني R B أو X Y Z. نحدد هنا المسافات الموجودة بالنسبة للمحور X وبالنسبة للمحور Y، يعني كما هو موضح ABC هو المحور Y وواحد اثنان ثلاثة هو المحور X. نحدد المسافات بهذه الطريقة ونضغط على OK، يعني نفس الشيء. نقوم هنا بتحديد هذا الخيار، نختار الطوابق، عدد الطوابق وارتفاع الطوابق، يعني عدد الطوابق طابقين، ارتفاع الطوابق ارتفاع يعني الطابق الأرضي والطوابق الأخرى. نختار هنا نفس الارتفاع، نترك هذه كما هي. يعني هناك خيارات أخرى، يعني إذا كان الطابق الأرضي والطوابق الأخرى غير متساوية. أضغط هنا على أوكي، وها هو الشكل الذي نحتاجه في أو الذي نريد تصميمه. نذهب إلى Define لتحديد خصائص المواد، اختار هذا الخيار
Material Property ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار التعديل على هذا أو هذه المادة نضغط هنا أو نسميها بيطون نترك هذا الخيار كما هو ثم نضع ماس فوليميك أو الكتلة الحجمية 2.5 ثم ويت بير يونيت فورما 25 أو المقاومة يعني ثم موديل اوف إلاستيسيتي 32.16.42.00 ثم الخيارات الأخرى 0.0 ثم الخيار الأخير كما هو نذهب هنا إلى الخيارات الأخرى نختار هذا الخيار 25,000 ثم 400,000 ثم 400,000 ثم في النهاية نضغط على OK قمنا بإضافة عدة الخرسانة كما هو موضح نضغط على OK نقوم بالذهاب إلى ديفاين ثم نختار هذا الخيار ثم نحذف جميع هذه الخيارات لإضافة الأعمدة والروافد الأساسية والروافد الثانوية نذهب هنا إلى الخيار الثاني نختار هذا الخيار لإضافة عنصر مربعي كما هو موضع في هذا الشكل نسمي العنصر PP أو بوت برانسيبال أو رافدة أساسية نختار نمط المادة هو خرسانة ثم نضع الأبعاد يعني ديبت هو الارتفاع نضع ارتفاع الرافدة 0.4 وعرض الرافدة كذلك 0.4 هنا هذا الارتفاع وهذا العرض 0.4 يعني يجب أن نضع الفاصلة وليس نقطة وهنا كذلك 0.4 نذهب هذا الخيار نتركه كما هو وهذا الخيار كذلك نتركه كما هو نذهب إلى Offer Solo نختار Robust وقبل ذلك نحدد بيم ثم نختار 0.025 و 0.025 في الحالات الأخرى يستخدمون 0.03 لكن هنا نستخدم 0.025 ونضغط على OK قمنا بإضافة الرافدة الأساسية الآن نضيف الرافدة الثانوية نسميها PS Output Secondaire أو رافدة ثانوية نحدد نمط المادة نضع بيطون ثم نحدد ارتفاعها 0.35 و دائما نقوم بنفس الخطأ وهو النقطة يعني 0.35 والعرض 0.3 ثم نحدد الروباج كالعادة نقوم بنفس الشيء بتحديد بيم 0.25 يعني نفس الشيء بالنسبة إلى الرافدة الأساسية والرافدة الثانوية نضغط على OK نقوم الآن بإضافة الأعمدة نسميها بوتو أبعده 0.3
مرفوعة 0.33 سنتيمتر مرفوع 30 سنتيمتر. نقوم هنا باختيار هذا الخيار، نتركه كولون ونضغط على ونقوم بتحديد 0.03. هنا قمنا بإضافة جميع العناصر، نضغط على أوكي. المرحلة القادمة نقوم بإضافة البلاطات والليفوال وهذه العناصر كما نسميها نحن اللوردي أو كوركر أو الأجسام المفرغة. نقوم بتسميتها كورفو، ثم بعد ذلك نقوم بالتغيير في هذه العناصر على حساب الأجسام المفرغة التي نستخدمها في الجزائر. يجب أن نضيف أولا مادة جديدة، يعني مادة جديدة، لأننا لو نتركها بهذا الشكل ستكون لها يعني مقاومة، يعني نضيفها إلى مقاومة الخرسانة وهذا خطأ. أن نذهب إلى هذا الخيار، نقوم بإضافة مادة جديدة هكذا بهذا الشكل نسميها مات أ، ثم نذهب إلى الكتلة الحجمية والمقاومة، نقوم بإرجاعها إلى 0.0. يعني هنا 0 وهنا 0، ثم نضغط على أوكي. قد قمنا بإضافة هذه المادة. نذهب إلى الكورك، عفوا، نضغط على أوكي في الخانة الماضية، نقوم بإعادة إضافة المادة التي لأننا لم نحفظ التعديلات. سنعيد العملية، يعني نذهب إلى هنا ثم نقوم بتحديد عنصر جديد، نضيف هنا 0 وهنا 0، ثم نضغط على أوكي ثم أوكي، ثم نذهب إلى هذا الخيار، نضغط على مطأ، ثم نحدد أبعاد الأجسام المفرغة التي نستخدمها في الجزائر. كما هو موضح في الشكل، والعناصر الأخرى نتركها كما هي. سنتوقف هنا إن شاء الله، وسنكمل الشرح في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا متابعة القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.